مهتمة ببشرتك كل يوم؟ طبعاً أنا ما أستغنى عن لابريري صار لمدة كبيرة. أنا طفويه بهالمنتجين الأثنين تالي، أحط ماسك الليل وهذا مرتين بالأسبوع أستخدمه مع السيرم وكريم العين. طبعاً هالمنتجات صار لمدة طويلة أنا أستخدمها وحالياً ما أستغنى عنها. أنا الهام الفضالة، أرحب فيكم واليوم بنتعرف أكثر عن منتجات لابريري مع نسرين. قبل كل شيء نسرين، أنا حابة شوي الناس اللي تتابعنا يعرفون عن قصة حياة لابريري، شلون بدت ومن وين طلعت، هذا عاد الشرح عندك انتي. أكيد، لابريري هي ماركة سويسرية بلشت بمونترو بسويسرا على لاكليمان وتحت جبال الألب بالثلاثينات مع دكتور بول نيهانز. ما شاء الله، من الثلاثينات. من الثلاثينات مع كلينيك لابريري. سنة 1978 بلشنا بسكين كير لابريري اللي هي مرتكزة على أبحاث دكتور بول نيهانز والأبحاث الخلوية اللي كان يعملها بالثلاثينات. إذا نبي نعطي معلومة شوية حق الناس اللي ما عندها خبرة في لابراري، دائما يقولون لابراري حق من بعد سن 30، 35، 40، هل يعني مثلا أم 25 تقدر تستخدمه ولا لا؟ فيها تستخدم لابريري لأنه في منتجات خصوصي للأعمار الصغيرة. يعني نحن ما منتطلع على الأعمار ولكن منتطلع على شو هي المشاكل اللي عندك إياها على البشرة لنعالجها بلابريري وتحافظ لمدة طويلة. مظبوط، يعني مش ضروري المشكلة تكون بتكون عمرها البنت بال 35 سنة. أيه. لنقدر نعالجها. إذا عندها نفس المشكلة عمرها 25 سنة فينا كمان نعالجها. صح، هي مرتكزة على معالجة كل مشاكل البشرة وكل المخاوف اللي عندهم إياها النساء والرجال لبشرتهم، فينا نعالجها وفينا نوقف علامات الزمن والتقدم بالعمر. بالضبط، لأنه يجدد الخلايا هو وايد، لأنه من الكافيار. صح، هو الكافيار عنده شوي مركز. مظبوط. عنا عدة كولكشنز. اللوكجري كولكشنز، في عنا 2 لاينز مرتكزين بالأخص على الكافيار. هون بدي أقول أنه نحن بنستعمل كافيار حقيقي بالبرودكت تبعنا. أنا وايد أحبه لابراري، أنا على عمري أنا 44 إن شاء الله راح أكمل العمر كله، فدايما الناس يعني بما أني أنا إنسانة مشهورة فدايما يسألون عن سر بشرتي، نظارة بشرتي. أنا لابراري وايد خدمني وايد ساعدني، وخصوصا لما أحط هذا الشيء اللي أنا أعشقه أقعد من النوم كنا واحدة رايحة طاقة أور نظارة. وايد أحبه هذا الماسك وايد. إنزين، الحين نبي نعرف الأشياء الجديدة اللي بتقولين عنها. مزبوط. شنو فيه؟ كتير مهم أنه أنا أستعمل هيدا البرودكت اللي هو الانفيوجن لرطب البشرة ولا ملي هالكنالات بالماء لا تستقبل المغذيات من السيروم من الكريم اللي بعده. بدنا نشوف التكستشر شوي تبعه. التكستشر كتير حلوة تبع الأسنس اللوشن لأنه مثل ما قلت هي من مية الكافيار الطبيعية. الماء نفسها كذي. أوكي، بس رح نشوف. أوكي، حسافة حاطة مكياج كان الحين كذي. بس إذا بتحطيها على إيديك بتشوفي قدي بيعطي انتعاش للبشرة. أيه. وقدي ريحته حلوة لأنه معمول من الكافيار. أيه. الطبيعي. حلو. نحن الريحة ريحة الكافيار موجودة بكل البرودكت. أيه. هي ريحة بترخي الأعصاب، يعني نحن ما بنشتغل بس على الملمس تبع الكريم. أيه. أو على النتيجة، ولكن بنشتغل على الحواس كلها بلابريري. أكيد من وراء الانفيوجن شو رح نستعمل؟ هذا؟ شنو هذا؟ السيروم ليه مهم؟ كثير من الناس بيغضوا النظر عن السيروم. ايه صحيح، يعني انا عندي السيروم الثاني هذاك، عرفتي اللي مزبوط لونه لؤلؤي شويه كريستالين. هيدا من السيرومات الموجوده عندنا باللابريري، هو عاده بيجي بحبيبات ذهبيه، في 2 كومبارتمنتس سكشنز 2 لازم انا فعلها. إذا منشوف هون النكبوس. أي هذه؟ من خد كتير منيح لفعل أنا البرودكت. هذا منتج جديد تراها، هم بضيف على المجوعة. هيدا السيروم اللي كتير من الناس بغضوا النظر، هو إذا بدي
الاس او اس تريتمنت، يعني هو العنايه اللي بتفوت على قلب الخلايا لتعالج المشكله اللي نحن بنعاني منها. اوكي، يعني الحين اللي تقدر تشتري مثلا تقدر تاخذ هذا بروحه مع التنظيف؟ تقدر. منفضل لا. ليه؟ لانه هي ما في ترتيب. أوكي. يعني لازم تاخذ مجموعه لازم كاملة. تاخذ معه الكريم. اوكي لانه اوكي هيدا بيرطب بطريقه اوليه، ولكن هيدا بيرطب البشره لحتى تستقبل وتمتص بطريقه اسرع المكونات المغذيه. انا هذا دائما اقول هذه ماركه لها ناسها، ناسها يعني مثل ما قلت معينه تحبها وتعشقها نفسي انا، انا من هالناس هذيلي. طبعا مثل ما وريناكم هذيل المنتجين الجدد اللي نزلوا بلابرري، وان شاء الله راح اضيفهم في مجموعتي. وعندك شيء بعد ثاني مثل ان شاء الله تقولينه؟ اكيد، بس راح نعرف انه كمان اللي انت حبيتي كثير راح نفرجيه شوي. انا احب هذا هيدا السليب ماسك اللي فينا نستعمله من مره لمرتين بالاسبوع، بس هو اسمه سليب ماسك، بنستعمله بالليل بس من بعد ما ندي انفيوجن سيروم، وبحط سليب ماسك فوقه كانه عم بحط كريم. بيجي اكيد مع البراش، في الكافيار اكستراكت، بس في كمان مغذيات ومرطبات كثير. انا اموت عليه، هذا اعشقه، هذا اقعد من النوم والله وجهي كنا طاقه اوبر. نظاره وايد احبه. لكن راح نجربه شوي على الايد وبالفرشاية بمسحه كأنه عم بمسح الكريم العادي. فيك تشوفي الفرق بين الإيد هيدي والإيد هيديك، قدي هيدي الإيد كتير مرطبة وبتحسيها بلوم. شوفون واضح؟ إنزين. وبعد شنو فيه؟ أكيد في عنا منتجات العين اللي ما لازم حدا يستغني عنهم، لأنه طبعاً أول علامات التقدم بالعمر والمنطقة الحساسة. مزبوط. اللي هي جلدتها وايد خفيفة. مزبوط، هي تحت العين. هون اللي عطول بننسأل ليه بدي استعمل برودكت غير الكريم اللي بستعمله على الوجه، لأنه مثل ما قلت المنطقة حساسة، البشرة أرق وفيها مشاكل غير مشاكل البشرة، يعني عنا انتفاخات، عنا هالات سوداء، وعنا خطوط وتجاعيد. كتير مهم بالبرودكت انه انا اعمل مساج على العين، يعني بس حط بالضبط حط البرودكت، مش بس طبطبي فيه، اعمل مساج. وبدي انصح انه نعمل مساج بهيدا الاصبع، اصبع الخاتم بالضبط. ليه؟ لانه هيدا الاصبع هو اضعف شيء، ما بيأذي منطقه العين لانها حساسه. سو بس انا حط الكريم حول العين، كتير مهم انه اعمل مساج باك اند فورث، رايحه وجايه. اكيد ما انسى من فوق، لانه كثير عالم بيحطوا من تحت وبينسوا من فوق. لا انا حطه شوي الحمد لله. اكيد بلاين السكين كافيار اللي هي اذا قلنا قلبها للابريري، رح نتعرف على منتجات جديده. عندنا السكين كافيار كونسيلر فاونديشن، وهلا نازلين برودكت جديد اللي هو الليكويد فاونديشن. سكين كافيار اسنس ان فاونديشن اس بي اف 20. لي اسنس ان فاونديشن لانه في مثل الاسنس ان لوشن ميه الكافيار. ميه الكافيار فيه بالضبط. هو برودكت ليكويد فاونديشن شبيه بالكوشن، ولكنه منه كوشن، اتس ا بامب. قاعد اقول اذا الكاميرا تصيده رفعي شويه، طريقته غريبه. اتس ا بامب موجود بقلبه، في معه سفنجة معالجة للميكروبات، فينا نستعملها عدة مرات ونغسلها ونرجع نستعملها. أول مرة رح نكبس على البرودكت، طلع عنا وردة كتير حلوة والله وردة. وأكيد نضغط لما يطلع أول مرة، بنضغط مرتين ثلاثة بس ليطلع عنا المنتج. كتير حلو لأنه البيجمنت اللي فيه مغلفين بأمينو أسيد، في الكافيار إكستراكت، في مية الكافيار كمان. سو عنا الكومبلكشن منه إذا بدي كومبلكشن ميك أب على الحل، هو كمان تريتمنت، يعني عناية بالبشرة مع الميك أب اللي فيه. وخفيف مو ثقيل، يعني حلو حق الصبح هذا. مظبوط، حق طلعة الدوام الصبح الجامعة. وبالدبل يعني هو مش بس فيي حطه هلا حطينا بشكل خفيف، بس أنا فيي ابني عليه قد ما بدي. أكيد قد ما بدي كفرج فيي ابني عليه. وطريقته نظيفة، يعني هذه الحركة وايد ما توسخ، نظيفة. مظبوط. إيه كان
لكن رح نحكي عن شغلة كتير حلوة بالعبوة تبعها، هيدي بتجي ريفيلبل، يعني بس تخلص هيدي العبوة أنا فيي أضغطها من تحت لتطلع تنشال تطلع مزبوط، برجع بحط العبوة الجديدة بكبسها بهذه الطريقة وبيطلع معها سفنجة جديدة أكيدة لحتى أقدر استعملها. طبعاً العلبة اللي هي جاي معها هذه معها واحدة ثانية مزبوط، نفس سالفة اللوز باودر اللي دايماً أسولف لكم، وهو هي قوط كبير يلا يخلص ومعها واحدة ثانية. يعني الحلو في لابراري في كريم، كريم في منتجاته كريم، يعني مادته كبيرة يعني حجمه كبير. الحين مثل ما شفتوا هذا المنتج الجديد الفونديشن اللي جاي مع فونديشن ثاني، يعني ما خذيتي واحد خذيتي اثنين مزبوط. حلو وايد حلو كريمي اكيد وانتو بتستاهلوا حبيبتي. الحين حبينا نوريكم شيء ثاني هم خاشينه، انا طلعته لانه بيطلع على الساحة جديد. هذا شنو قصته؟ من جيتي هيدا؟ بكته هذا بينزل ينزل قريبا. شنو هذا؟ هيدا المنتج الجديد من مجموعة الوايت كافيار اسمه وايت كافيار كريم اكسترا اوردينير. هيدا قصته قصة، لأنه أنت بتعرفي كتير بالمنطقة بيطلع عنا تصبغات من خلال الشمس والحرارة، وكل المنتجات اللي بالسوق الموجودة بتقدر تشتغل لمنطقة معينة من التفتيح أو لدرجة معينة من التفتيح. لابريري من بعد الأبحاث اللي عملتها على 50,000 مكون طلعت بمكون واحد اللي هو أقوى مكون للتفتيح اسمه لوميدوس، وهو اللي بيشتغل على كبح الاكتيفيشن او تفعيل الميلانين بالبشرة ليخفف التصبغات. وبعد الدراسات المخبرية اكتشفوا انه الفيزيبل ريزلتس او النتيجة اللي منشوفها بتبين بعد 4 أسابيع بس، بينما المنتجات الأخرى بتبين من بعد 3 أشهر. إيه شهور طويلة. هون أكيد البرودكت ما بقى كمان 50 ml، عم يجي 60 ml. محافظ عليه، وأهم شيء أنه أنا أكبس هالكبسة بيطلع عندي الكمية المناسبة. والله زين شوفوا يلا هذا راح. أحب أشكر ريسرين على هالمجهود الحلو هالرائع وهالشرح اللي برد الكيف. مشكورة حبيبتي. شكرا لك. شكرا حبيبتي. طبعا نصيحة مني أنا، لا تهملين أبدا بشرتك ولا تتركينها للزمن، دايما حافظي عليها. وأنا دايما أصحكم بلابراري، صج على قولت المثل يقول قط فلوسك بالشمس وقعد بالظلال، لا تبخلون على بشرتكم. تبين نظارة تبين شباب، دايما خليك مع لابراري.